اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح زي ما تابعنا الحديث عن تطوير ماسبيرو وتطوير المحتوى والمضمون الخاص بمختلف القنوات والشبكات الاذاعيه اللي بتتبع الهيئه الوطنيه للاعلام دار، وهناك مجهودات على قدم وساق بتبذل في الفتره الاخيره للارتقاء بهذه القنوات والشبكات الاذاعيه ورفع مستوى المضمون المقدم عبر هذه الوسائل الاعلاميه. ومن هنا تم إنشاء لجنة تطوير الأداء الإذاعي لأيضا الارتقاء بما يقدم عبر الشبكات الإذاعية المختلفة، ومن هنا هنتكلم أكثر عن هذه الإذاعات والشبكات الإذاعية المصرية، خصوصا وإحنا عارفين الإذاعة المصرية لما انطلقت في ثلاثينيات القرن الماضي بشكل رسمي كانت لها دور مهم وباع في مصر وأيضا على مستوى الإذاعات العربية اللي انطلقت بعد كده وقامت على عاتق إذاعيين مصريين كبار، وما زالت هذه الإذاعات العربية يعني بترجع الفضل إلى الإذاعيين المصريين الكبار الذين أسسوا هذه الإذاعات العربية. هنتكرر عملية التطوير مع يعني استمرار تطور الحياة ودخول وسائل وتقنيات جديدة بتستلزم عملية تطوير، ومن هنا جاء دور تطوير الأداء الإذاعي عبر هذه اللجنة اللي بيرأسها الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية السابق، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، رئيس لجنة تطوير الأداء الإذاعي. أستاذ عبد الرحمن صباح الخير وأهلا بيك وشرفتنا يا فندم في نيل الأخبار. صباح الخير يا شهاب وصباح الخير على كل مشاهديك، وأنا بشكرك على هذه المقدمة الضافية الوافية عن الإذاعة المصرية، وأشكرك أيضا على أنك فتحت صفحة جديدة وتساؤل مهم، وهو أنه في هذا السباق السريع المتسارع بين وسائل الإعلام، سباق وتنافس كان لابد للإذاعة المصرية أن تسأل نفسها سؤال مهم، أين هي تقف الآن؟ أنت أشرت إلى نشأة الإذاعة المصرية في الثلاثينيات من القرن الماضي، أشرت إلى دور الإذاعيين المصريين الأكفاء في إنشاء العديد من الإذاعات العربية، دور الإذاعة المصرية في فكر العرب وفي نشر فكرة القومية العربية وفي نشر فكرة التحرر العربي، وفي لعب دور مهم في القوة الناعمة المصرية خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وحتى مطلع القرن الحالي، متمثلا في صوت العرب وفي الإذاعات الموجهة وفي الإذاعة وفي القناة الفضائية المصرية التي كانت أول قناة فضائية تبث للعالم العربي. صحيح. الحقيقة التطوير له ضروراته. طب. كما قلت التطوير له ضروراته، ضرورات السبق وضرورات ظهور وسائل إعلام إلكترونية تنافس وتنافس بشدة وتستقطب الشباب. التطوير أيضا له ضروراته من منطلق أيضا الإنفاق، من صحيح. منطلق تنمية الموارد، من منطلق أنه هناك إذاعات تكسب وإذاعات تستجلب إعلانات، وبالتالي كان لابد أن يتم تشكيل لجنة لتطوير الأداء الإذاعي. منذ صدور قرار السيد الرئيس بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام ضمن المنظومة الإعلامية المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فكان لابد من تشكيل هذه اللجنة، لجنة تطوير الأداء الإذاعي، لأنه المشكلة في الإذاعة المصرية هي مشكلة أداء، والأداء أنا دايما بقول الأداء في التطوير ثلاث تاءات: تطوير تكنولوجي، ده يتعلق بالاستوديوهات وبعد الاستوديوهات البث والموجات وانتشار الموجات وأنواع الموجات، تطوير للأداء أداء المذيعين اللي هو التدريب، وأيضا يدخل ضمن التطوير التمايز بين الإذاعات المختلفة لكي تؤدي كل إذاعة وظيفتها وتعبر عن هويتها المنشأة من أجلها. إذن أستاذ عبد الرحمن، لجنة تطوير الأداء الإذاعي إيه المهام اللي موكلة إليها حتى تستطيع أن ترتفع وأن تطور من الأداء الإذاعي، سواء زي ما حضرتك ذكرت التطوير التكنولوجي أو تطوير من خلال تدريب المذيعين أو التطوير اللي هو في المحتوى المقدم؟ شوف، بداية الهدف من إنشاء اللجنة يعني كان هناك سؤال طرحناه على كل أعضاء اللجنة،
اللجنة شكلت من خبرات إذاعية وأيضا من شباب إذاعيين، يعني حافظنا في تشكيل اللجنة على المزج بين الخبرة والشباب. تمام. وبالتالي كان هناك سؤال، هل نحن في حاجة إلى ساعات البث الكثيرة التي تبثها الإذاعة تقترب من 500 ساعة يوميا؟ هل ما زالت الإذاعة المصرية على مستواها الراقي ومستواها المتقدم ومستواها في ترتيب الإذاعات العالمية؟ طيب ما هي المعوقات التي تحول دون أن تبقى الإذاعة المصرية على قمة الإذاعات العربية أو أن تنافس؟ هذه الأسئلة طرحناها على اللجنة وبدأنا بالفعل في العمل. أولا جرى بحث معوقات الإرسال مع الزملاء في الهندسة الإذاعية، معوقات الإرسال سواء مشاكل الاستوديو، مشاكل الاستوديوهات، مشاكل بعد ذلك مشاكل البث، مشاكل توزيع الموجات، خاصة أن هناك موجات إذاعية يعني تكاد تكون قد انتهت كالموجة القصيرة. يعني نحن في إذاعات عديدة تعمل على الموجة المتوسطة وتعمل على الإف إم اللي هو الموضة الآن. صحيح. كل الإذاعات الجديدة الشابة بتعمل على الإف إم. عملنا عدة لقاءات مع القائمين على العمل في الهندسة الإذاعية، وكل رئيس شبكة عرض معوقات الإرسال عنده، معوقات البث داخل استوديوهات الهواء، ورفعنا هذه التوصيات إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام. طيب وهذه التوصيات حتى تنفذ بيوجد دايما في أي عملية تطوير أو تنفيذ لعمليات وأفكار وخطط للتطوير، دايما العائق المادي هو اللي بيكون موجود أو ربما بيؤجل أو يوقف أي عملية تطوير. هل هناك دعم بتنوي الهيئة الوطنية للإعلام تقديمه حتى تخرج هذه التوصيات إلى أرض الواقع ويتم تنفيذ ما هو مطلوب حتى يتم الارتقاء بهذه التكنولوجيا؟ عمل الهيئة الوطنية للإعلام هو الدعم. عملها يعني لما تقرأ اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام هي إدارة مؤسسات الدولة المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالي الدعم المادي والدعم البشري. تمام. فبالتالي هذه التوصيات اللي رفعت للهيئة الوطنية للإعلام ستلقى كل الدعم لكي نتغلب على المعوقات الهندسية. ثم بدأنا بعد ذلك في مسألة التفكير في عودة كل شبكة إلى هويتها. بدأنا بإذاعة القرآن الكريم، وعملنا أو عقدنا عدة اجتماعات مع الرئيس شبكة القرآن الكريم وبحضور السيدة نائب رئيس الإذاعة، وتحدثنا عن الأداء في شبكة القرآن الكريم، كيف يكون الأداء مقتربا من أداء الشارع المصري، كيف تناقش ده المحتوى بقى. يعني المحتوى كيف تناقش القضايا الجوهرية في حياة الإنسان المصري في هذه الشبكة المهمة. أيضا تأكدنا من أن ما يذاع على شبكة القرآن الكريم حسب خطة إنشائها في الستينيات 70% تلاوات قرآنية و30% برامج وعبادات ومعاملات فقه الواقع. أين مكانه في شبكة القرآن الكريم؟ الأداء الصوتي للزملاء المذيعين في شبكة القرآن الكريم كيف يكون للاقتراب من المستمع؟ لأنه الأداء الصوتي مهم جدا، وأنت مذيع وتعلم هذا. صحيح. الأداء الصوتي يقترب أو يبتعد من المستمع أو المشاهد. الحقيقة أعتقد أنه يعني المستمع الموضوعي سوف يرى أن هناك تطويرا حدث في شبكة القرآن الكريم. طيب السيد الرئيس دايما في كل خطبه في المناسبات الدينية بيدعو كل القائمين واللي بيقع على عاتقهم موضوع الخطاب الديني إلى تطوير وتجديد الخطاب الديني. اللجنة وضعت هذه التوصية أو هذا يعني هذه الإشارة الرئاسية في عملية تجديد وتطوير الخطاب الديني في الرسائل المختلفة اللي بتبثها إذاعة القرآن الكريم أو يعني شبكة عايز أقول إذاعة القرآن الكريم. إنه في سعي السيد الرئيس إلى بناء الإنسان المصري، وهو أحد أهداف الدولة المصرية وأحد أهدافه الشخصية، إنه التعليم والصحة وأعتقد الثقافة، جزء من الثقافة العامة الخطاب الديني. والخطاب الديني يجدد بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم طوال حياتها بتلعب دورا مهما في تقديم الإسلام الوسطي، في تقديم العبادات التي لا تتنافى مع العقل،
في تقديم البرامج التي تناقش مشكلات الإنسان الحياتية، وهو ده تجديد الخطاب الديني. صحيح. إن الخطاب الديني يبقى خطاب واقعي غير متعارض مع العقل، وبالتالي التركيز في شبكة القرآن الكريم على الواقع المعاش. صحيح. أنت بتقدم التراث وأيضا تقدم الواقع المعاش مصحوبا بإجابات على أسئلة الشباب وأسئلة من يستمع إلى ذات. ومن هنا كان برنامج مثلا، هناك برنامج يقدم بسرعة شديدة دقيقة فقهية مثلا. برنامج جيد يناقش مشكلات فقهية ويجيب على أسئلة فقهية للشباب. أنت عارف الشباب عصر السرعة وعصر. صحيح. بعد إذاعة القرآن الكريم كان لابد من الاهتمام بالإذاعة الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا، إذاعة الأخبار الأولى راديو مصر. فعلا تم تطوير أعتقد راديو مصر، وشعر به المستمع في رمضان تطوير الأداء الإخباري. قدم المسؤولون عن راديو مصر خريطة إذاعية جديدة استقطبت وكالات الإعلان. تم أيضا مناقشة مشكلة إرسال راديو مصر على مستوى مصر كلها الحقيقة، خصوصا احنا عايزين برضو نشير ان اذاعة راديو مصر هي اكتر اذاعة ربما في مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون بتجلب اعلانات سنوية، يعني كتكاد تقترب في رمضان من 20 مليون جنيه. يعني هي واذاعة الشباب والرياضة هذا العام، واذاعة الاغاني والبرنامج العام، يعني اقتربوا من 30 مليون جنيه اعلانات. يعني الكلام ده من القطاع الاقتصادي. راديو مصر طبعا الطبيعة الاخبارية، كنا لازم نقول ان الطبيعة الإخبارية لراديو مصر يجب ان يحافظ عليها، لانه عند انشاء راديو مصر باسم إذاعة الأخبار والموسيقى كان الهدف من انشائها الأخبار. الأخبار وما يتبعها من تحليلات وبرامج وثائقية وبرامج شخصية وبالتالي الأخبار الى جانب الموسيقى، وهذه كانت يعني موضة عالمية الأخبار. صحيح. وبالتالي الحفاظ على طابعها الإخباري، وايضا الإفادة من البرامج التي بها البرامج الجماهيرية لجلب إعلانات، وحدث هذا التوازن. وابتدينا نشوف في أغاني جديدة برضو لكبار المطربين بدأت تظهر في أغاني الأيام جديدة الأخيرة. هناك برامج جديدة، هناك أصوات جديدة ضخت سواء في الأخبار أو في البرامج، يعني لأنه برضو كان لازم بين أونة أخرى أنت كرجل إذاعي وكإذاعة بين أونة أخرى يجب أن تراجع نفسك، خصوصا إحنا عارفين الدورة البرامجية اللي بتكون كل 3 شهور. تمام. يجب أن تراجع نفسك كل دورة برامجية، حتى لو استمر البرنامج أكثر من دورة برامجية يجب أن يراجع مضمونه، يجب أن يراجع التطوير الحياة في المضمون. إحنا عندنا الإذاعة المصرية تملك مضمونا جيدا في كل المجالات. يعني ما عندناش مشكلة في المضمون، سواء المضمون التراثي، يعني لدينا كم هائل من البرامج الثقافية يمكن أن يستثمر هذا الكم في الإذاعات الأم. يعني يمكن أن يستثمر في إذاعة البرنامج العام، يمكن أن يستثمر في إذاعة صوت العرب، يمكن أن يستثمر في الإذاعة الوليدة ماسبيرو FM. فالمسألة بالنسبة لنا المضمون التراثي، المضمون الحديث بقى. والمضمون الحديث يستوجب تعاونا مع معهد التدريب، معهد الإذاعة والتلفزيون، لتدريب المذيعين على الأداء الثقافي، فن الحوار الثقافي، فن الإعداد للبرنامج الثقافي، فن الإعداد للبرنامج السياسي بعمق، لأنه إحنا تعرضنا فيما بعد 2011 إلى موجة من البرامج أنا بسميها البرامج الهاتفية، سواء هتاف الصوت أو هتاف التليفون. هذا البرنامج لا يحمل، في برامج قايمة بذاتها وأحيانا بتقعد بالساعتين والثلاثة على هواتف، على هواتف وعلى هتاف، وبالتالي يجب أنه، لأن هذه البرامج لا تعيش. البرامج التي تعيش التي تحمل مضمونا عميقا ثقافيا، وخاصة أن احنا في مصر بنواجه وعندما ينادي السيد الرئيس ببناء الإنسان المصري يقصد التعليم، الصحة، الثقافة. والإعلام هو يعني وسيلة مهمة في هذا التطوير وبناء الإنسان المصري. الإعلام دوره خطير للغاية في نشر الثقافة. صحيح. احنا مع الأسف أستاذ عبد الرحمن كنا عايزين نتكلم مع حضرتك أكتر، ولكن إن شاء الله في حوارات تانية ولقاءات تانية نتكلم أكتر وفي مساحات زمنية أطول إن شاء الله. الأستاذ عبد الرحمن رشادي الإعلامي المصري المعروف، رئيس الإذاعة المصرية السابق، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، رئيس لجنة تطوير الأداء الإذاعي، شرفتنا وصباح الخير وكل التوفيق إن شاء الله للجنة وللهيئة إن شاء الله في الارتقاء بالشبكات الإذاعية والتلفزيونية
المصرية. أنا اللي بشكركم، ودائما يعني قناة النيل أنا بتمنى لها دائما التوفيق، وصباح الخير. صباح الخير فن. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في هذا الصباح. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد وحلقة جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.